أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا كل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة
لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا خلق السماوات والأرض السماوات والأرض وأنزل وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم
وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه الحمد لله وآتاكم من كل ما سألتموه إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها وآتاكم
قَتَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إن الإنسان لظلوم كفار قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم
ربنا 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 إني أسكنت غير ذي زرع عند بيتك محرم ربنا 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 إني أسكنت من ذريتي غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم 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 من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن
تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الحمد لله يا رب لك الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق الحمد لله الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. القرآن الكريم استمعنا وإياكم خاشعين للتلاوة الطيبة المباركة
دلها عليكم الدكتور عبد الناصر حرك القارئ بالإذاعة المصرية. أتوجه للعائلة الكريمة بخالص العزاء إن السيد الأستاذ نشأة مرسي معتوه من دولة الكويت من دولة قطر يقدم التعازي أقمنا لكم هذه الليلة تحت قبة وسماء أفخم قصور ضيافة محافظة الغربية خلفاء إسماعيل أبو قحف إدارة المهندس المحترم عشري أبو قحف. ستنقل هذه الليلة عبر موقع الإنترنت واليوتيوب عمدة مصور محافظة الغربية المهندس إبراهيم عوار. أما عن الإذاعة من تقل صوتيات محافظة الغربية المهندس أحمد سلطان.